مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد. انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات منتدى مسك العالمي في دورته الأولى تحت شعار القادة الشباب معا برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وسط حضور كبير ومشاركات دولية من 65 دولة حول العالم تتقدمها شخصيات قيادية من وزراء ومسؤولين وأكاديميين وخبراء وريادي أعمال. لتفاصيل أكثر نتابع التقرير التالي ونعود. الصحف المحلية انطلاق فعاليات منتدى مسك العالمي الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان مسك الخيرية، والبداية من صحيفة الرياض التي كان عنوانها تجارب الأمل والكفاح والتحدي تتصدر جلسات منتدى مسك العالمي. فيما أشارت صحيفة الجزيرة إلى حديث المدير التنفيذي لشركة سيمنز الذي أكد أن بيئة المملكة باتت قادرة على تحفيز وغرس التفكير الابتكاري والإبداعي لدى شبابها من الجنسين. أما صحيفة عكاظ فأشارت إلى التجارب السعودية الملهمة في أول جلسات منتدى مسك العالمي تحت عنوان الكفيف مهند يرمي نظارته السوداء ومنيرة انتظروني وزيرة. ومن صحيفة الوطن التي كان عنوانها منتدى مسك يحتفي بتطبيق جديد ويدعم الإبداع، حيث استهلت أعمال المنتدى بجلسة شارك فيها 4 من الشباب السعوديين استعرضوا في أحاديث تفاعلية مفتوحة تجاربهم الناجحة. أما صحيفة الاقتصادية فخصصت صفحتين كاملتين أشارت فيها إلى تفاصيل المنتدى الذي شهد حضور متحدثين دوليين ومسؤولو شركات كبرى. وفي سياق متصل أشارت صحيفة الحياة أن منتدى مسك يستهل أعماله بتجارب شبابية محفزة تعزز مستقبل المملكة، حيث أبرز المنتدى العديد من المبادرات التي قدمها شبان وفتيات الوطن. وأخيرا من صحيفة مكة التي ذكرت أن هدف مسك من إطلاق هذه المبادرة الشبابية هو إيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة واستعراض تجاربهم الناجحة عن قرب تحت عنوان مسك العالمي يطلق أعماله على وقع إنجازات السعوديين وإلهام المبتكرين. ولمناقشة أبرز ملفاتنا الصحفية أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحيم حدادي، صحفي في صحيفة المدينة. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم. مرحبا بك أستاذ عبد الله، وحياك الله وسعيد بوجودي معكم في الاستوديو في الرياض. الله يحييك. يعني وطبعا نشكر مشاهدي ومتابعي. حياك الله. مسك الحدث الأبرز يوم أمس، إضافة إلى المؤتمر الأمني فيما يعنى باستغلال الأطفال، ولكن دعنا نتحدث عن مسك بداية لأن ذلك الملف التالي. كان حدثا على مستوى الرفيع، مفهوم جديد، الصحافة طرقت هذا الباب، ولكنها ذهبت إلى، دعنا نقول، تنوع أو تباين في اختيار العناوين وتسليط الضوء. ما رأيك فيما طرحته الصحف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة طبعا جميع الصحف هذا خبر وطني في المقام الأول ويعنى بشباب الوطن، والكل يعلم أن شباب الوطن هما الذخيرة والشريحة الكبيرة في المجتمع السعودي بما نسبة 80% من، إذا ما يزيد هذا العدد بهذه النسبة. فالمؤتمر هذا أتى كمتنفس لشباب المملكة العربية السعودية عامة طبعا، لأنهم كانوا يعانوا من عملية الاختراعات تضاع عليهم وعملية الابتكارات عندهم، وكانوا ايضا، وانا عاصرت ايضا مجموعه من الشباب كانوا ياتون الى مكتب المدينه ليطرحوا افكارهم ويبرزوا افكارهم. والحقيقه لفت انتباهي في صحيفه الجزيره طبعا تميزت في العناوين والطرح. غير كذا طال عمرك المؤتمر هذا اتى بحضور طبعا هرم كبير من القياده في الدوله، وهو ولي العهد الأمير محمد بن نايف، مهندس الرؤية. مهندس الرؤية، نعم، نعم. مهندس الرؤية، واستقبل مجموعة من الشباب وأسف الشباب ذاك كان في موضوع آخر، ولكن الفكر الصناعي والفكر الاختراعي في المملكة العربية السعودية يحتاج إلى دعم من سنوات الحقيقة. فأتت أنا فرصة مواكبة لفرصة رؤية 2030 لصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان. نعم.
طيب جميل، دعنا في هذا الإطار. نعم. يعني هنالك هدر في المقدرات سابقا في الفكر، نعم، في الدعم، نعم، وإلى آخره. الصحف هذا ما أقصده، الصحف ذهبت إلى الشكل التقليدي. نعم. تقريبا هنالك تسليط أضواء، هنالك محاولة لخلق عناوين جذابة ولكنها باتت غير مقنعة أو جاذبة لخاصة دعنا نقول للجيل المتسارع. لم تذهب أي واحدة من هذه الصحف إلى مثلا حصر الهدر الذي كان خلال أعوام سابقة وأسبابه. نعم، هنا الآن هذا مؤتمر. نعم. فبالتالي عندما أطرح أنا المؤتمر في نفس اليوم وثاني يوم تطبع الصحف بالمؤتمر. نعم. هناك متابعة. لا بد أن يكون هناك متابعة لا تزيد عن 3 إلى 5 أيام في الموضوع هذا، ولقاءات مع المخترعين، آرائهم، انطباعاتهم. والحقيقة لفت انتباهي أيضا الاتفاقيات اللي تمت مع شركة الاتصالات السعودية. نعم. ومع أعتقد إحدى الشركات المصنعة للجوالات، وأضع عدة شركات اتفاقيات، هذه كلها تخدم مصلحة الشباب السعودي. ولكن سؤالي وسؤال أيضا الشباب، هؤلاء الشباب مخترعين، من الذي بيأخذ بيدهم؟ كيف أنا أوصل إلى هذه الشركات؟ ما هي الآلية؟ هل الحسوبية هتدخل فيها أم فكري أنا واختراعي هو اللي يفرض الناس تبحث عنه؟ الحسوبية موجودة في الموضوع من سابقا. الشركات الكبرى، نعم، كانت عائق أصلا أمام الابتكارات والاختراعات. هي تحضر الآن في هذه المناسبات لتقول أنا حضرت، لتحظى بشيء من قبول المسؤول، ولكن في الحقيقة هي كانت في الأصل تحضر إليها ابتكارات واختراعات وتعود من، نعم، كانت تحضر بعيد عن الأضواء، ثقافة بعيد ثقافة التحفيز من، نعم، الأساس لدينا كانت للأسف التحفيز والتشجيع. هنالك تعطيل، كان، نعم، تعطيل، نعم، لم يكن هناك معك تحفيز. أستاذ عبد الله فعلا التحفيز والتشجيع أيضا والاقتناع بالشاب السعودي والفكر. لو نرجع للخلف قبل 15 أو 20 سنة كانوا نسمع عبارة متداولة على المستوى العامية إنه أي واحد يخترع حاجة ولا شيء يمسكوه، عرفت، تروح في سين وجيم. يعني فكر كان كان خوف. نعم. الآن في ظل دعم الدولة وعلى وحضور الهرم الثاني في الدولة لهذا المؤتمر، دليل لما ذكرت أنت أستاذ عبد الله أن الجهات هذه اللي كانت تعمم أو ما تدي المجال للشاب السعودي يخترع أو لدعمه، سواء عن طريق الدعم المادي أو عن طريق التشجيع أو عن طريق ابتكار وشراء فكره وبراءة الاختراع له. أي الآن كانت الأغراض الشخصية تسود الموقف. نعم. الآن أنا معك في كل ما ذكرت أستاذ عبد الله، أنا معك في هذا الموضوع فعلا، لأن أنا عاصرته مع جيل يعني، وعندي ما يثبت الكلام هذا. ولكن الآن في ظل الرؤية 2030 وفي ظل حضور سيد صاحب ولي العهد والمسؤولين، ثق تمام لو بنسبة 40% حيتغير وضع ما كان في السابق. نعم. هنالك الآن من يعطل أي من مصادر أو موارد التنمية فهو معطل للرؤية، فهو معطل لأهداف الدولة، معطل للدولة عامة، معطل لتقدم الدولة بشكل، نعم، عام. نعم. جميل. التقيت أمس ببعض الشباب، كان هنالك نوع من الحماس، كان هنالك نوع من الاندفاع أيضا في مسكل العالمي. نعم. تعتقد بأنه هؤلاء، والتقيت منهم 2 رؤساء تحرير، إحداها واحدة كانت في مجلة والآخر في صحيفة إلكترونية. نعم. تعتقد بأنه سلوك الصحافة بيتغير مع هؤلاء الشباب القادة مثلا؟ من أي ناحية؟ لغة الصحافة، أضواء الصحافة، اهتمامات الصحافة بشكل عام. اهتمامات الصحافة والإعلام قصدك؟ نعم. المقروء والمسموع في هم متواجدين الآن الشباب؟ لا، بشكل عام ما ينعكس ترجمة الحالة وانعكاسها على الوطن بشكل عام. هنالك مفردة مختلفة. نعم، صح. عندما تستمع إلى الشباب هم يتحدثون بمفردات مختلفة، بلغة مختلفة، بآمال وطموحات مختلفة. نعم. يعني خلينا نقول الصحافة اللي موجودة بعيدة أو بينها، نعم، وبين هنالك جاب. نعم نعم. فتعتقد بهؤلاء وجودهم في مكان القيادة مثلا والمسؤولية بيغيرون شوي من نمط الإعلام؟ نعم نعم، حيتغير. نستطيع نحن القدامى، اذا كنت انا من القدامى ان وانا معك من القدامى ونقدم منك لكن مو الخوف انه يعني مثلا يزيحون او شيء، ولكن اعطاهم الفرصه. احنا عيبنا هنا في المملكه العربيه السعوديه اعطاء الفرصه الكامله للشاب السعودي او للمواطن السعودي في اي مجال، كرة القدم، في الاختراعات، في القيادة، في قيادة، ليس قيادة السيارات ولكن في قيادة، في اي حاجة لابد يعطاء الفرصة مرة واثنين وثلاث، بعدك تقول له أنت هذا حدك. جميل. وتيجي بالبديل. أما أن يكون حكر
لعشرين ثلاثين أربعين سنة. ف لا لن يتغير شيء، لن يتغير شيء. وغير كذا الفكر الآن اللي في اللي تطرحه الدولة في رؤية المملكة العربية السعودية لابد أن يكون هذا الهدف الأول في المقام الأول. طيب لو افترضنا أن هنالك سقف كما كان شائع بين كإعلاميين بأن هنالك سقف لا يمكن أن نتجاوزه أو حدود، ما تظن بأنه رؤية 2030 رفعت هذا السقف؟ نعم إعلاميا. نعم استطعنا أن نفعل ماذا؟ استطعنا أيضا أن نفعل أول شيء استطعنا أن نستقطب الشباب. هم موجودين، كانوا يدوروا فرصة. الآن بكثرة، الآن موجودين. رغم معليش يعني أستاذ عبد الله، رغم أن هناك سياسة في الصحف الآن بالتقشف وباستغناء عن بعض المحررين الحقيقة. في بعض الصحف الآن تنتج هذا النهج، وأنا حقيقة لا أعلم، ولكن هي قد تكون الظروف المادية والميزانيات. هذا طبيعي، هذه تداعيات التقنية وحضور التقنية الآن. نعم، ولكن هنا طيب إذا الشاب إذا بالذات خريجي الإعلام في الجامعات عندما يبحث إلى عمل إعلامي وما يجد فرصة. الآن عنده فرصة أكبر من أول، الآن يصبح أن يستطيع أن ينشئ صحيفته، يستطيع أن ينشئ صفحته على إحدى شبكات التواصل ويحظى بجمهور أكثر من جمهور صحيفة كاملة بمن فيها، صح ولا لا؟ في بعض الصحف واصلين مليون، بعضهم واصلين 800 ألف متابعين. نعم. وفي بعض الأخبار الإلكترونية تتكلم أستاذ عبد الله بشكل عام. نحن انتقلنا. نعم. يعني يجب أن نؤمن بهذا الشيء منذ أن بدأت الصحافة الإلكترونية، ونحن نقول لرؤساء التحرير سيأتي اليوم الورقي طبعاً. نعم. سيأتي اليوم الذي يجب أن ترضخون إلى مطالب التقنية. وكان هنالك نوع من بعضهم كابر وقال لا سوف نستمر. الآن الإعلانات حتى قلت ولا لا؟ الإعلانات قلت وعدد الصفحات قلت. أي عدد الصفحات أيضا قلت. نعم نعم. توفير الميزانية الفرقية والحبر والآخر. وأصبحت الصحيفة تلحق بما يكتب في الصحافة الإلكترونية والشبكات التواصل السريعة. نعم نعم. كم يبغى لها الصحافة حتى تنتهي؟ والله انا لو جيت سالت انا اتمناها ما تنتهي. انا ادري انك حزين. نعم. انا اتمناها ما تنتهي، اتمناها امنيه، ولكن الواقع يفرض نفسه. هذا واحد. اثنين، ما اعتقد انها ما حتاخذ اكثر من 10 سنوات. جميل، دعنا نذهب الى الملف الثاني وثاني ملفاتنا الصحفيه، وخبر من صحيفه عكاظ التي اشارت الى تاكيد ولي العهد الامير محمد بن نايف ان ظاهره الاستغلال الجنسي للاطفال عبر الانترنت من أخطر الظواهر التي تهدد مقومات مجتمعاتنا الإنسانية وتنتهك براءة الطفولة فيما تناولت. صحيفة الوطن كلمة ولي العهد الذي أكد أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تجرم المتاجرة واستغلال براءة الأطفال لا تكفي وحدها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، فلا بد أن يساندها وعي عام لكشف خطرها. الأحداث متلاحقة. نعم. كان موضوع الاستغلال الجنسي والحديث عن هذا الأمر من الأشياء التي دعنا نقول يتجنبها الكثير. لو كتب عنوان بهذا، لو كتبت أحد الصحف والمجلات عنوانا عريضا الاستغلال الجنسي مثلا في المملكة. نعم. في وقت من الأوقات ربما تحاسب. نعم. الآن وزير الداخلية يقول بأن المسألة ظاهرة ويجب التصدي لها، كيف تناولت الصحف هذا الموضوع؟ طبعا الحقيقة حضور السيد صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا الموضوع ولهذا المؤتمر أعطى زخم كبير إعلاميا، سواء مقروء أو مسموع أو مرئي. وبالنسبة لهذه الظاهرة فهي ظاهرة، أنا كلمة ظاهرة ترى صعب شوية. كلمة ظاهرة هذه كلمة صاحب السمو الملكي يعني ظاهرة يعني ولي يعني العهد. نعم. ولكنها في التقنية وحسب الدراسات وحسب الأرقام التي خرجت. نعم. الموضوع بات ظاهرة. يعني هنالك أرقام كبيرة. أرقام كبيرة قد يكون في العهد القريب، ولكن لو جينا في الماضي الحمد لله إحنا شعب إن شاء الله يعني متمسكين بالعهد. انتهى الماضي التقليد. الماضي انتهى. ولكن الآن إحنا نتكلم عن اليوم وبكرة. نعم. دعني أعلق أستاذ عبد الله، موضوع التحرش الجنسي عن طريق التواصل الاجتماعي هو مشكلتنا والمعضلة الكبرى في جيلنا والجيل القادم أيضا، ليس الجيل الحالي موجود أبنائي وأبنائك، ولكن أيضا الجيل القادم. أيضا هذه حرب إعلامية، حرب إعلامية خارجية لشبابنا وأطفالنا، لدرجة بلاش نقول دس السم في العسل، ولكن أصبحت ظاهرة حتى على مستوى البرامج الكرتونية وأفلام الكرتون الصغيرة والأفلام المجسمة. يعني تلاقي لقطات
لما تجي الجوال ولدك ولا تشوف الايباد ولا تشوف اشياء تستغرب انه يعني كيف ما مرت علينا. شفت وانا اتكلم معك بصراحه، تفضل. هذه المواد التي تاتي من الخارج لم تصنع للمملكه العربيه السعوديه، هي صنعت للعالم بشكل عام، وهي شركات دوليه، واكثر من استفاد من تلك المواد الدول المنشأة لهذه المواد. فمسألة المؤامرة ومسألة هذه مسألة أنا يعني من هنا أحيدها. في المقابل أكثر الإيماءات والإيحاءات السيئة أخلاقيا في شبكات التواصل الاجتماعية تخرج منا من البيت ومن أبناء المملكة ومن أبناء الخليج ومن أبناء الوطن العربي، وتوجه نحو أبناء العرب والخليج والمملكة العربية السعودية، إذ لم يكن هنالك حصانة ذاتية، وهذا ما كنا نطالب به من عشرات السنين في الوقت الذي كان البعض يحرم ويحلل. الآن بتنا نشتكي من هذه الظواهر. لذلك أنا سادع لك الحديث والحديث ليس لي، ولكني أخذت عليك مسألة أنها مؤامرة وأنه نحن نستغل وإلى آخره. لا لا أنا مو قصدي الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. نعم لا شوف، إحنا عندنا هنا في المملكة السعودية حاجة اسمها الغيرة والتقليد. الغيرة والتقليد. أنا أقدر أحرم ابني من الإيباد ومن الجوال ومن ومن ومن. لا تحرم. أنا أقدر أحرم. طيب. وأقدر أمنعه من البرامج. حلو. بس مين يضمن لي ابني في المدرسة وفي الشارع؟ حتقولي في الشارع، لا تخليه يخرج من الشارع، مستحيل. في التسعينات الهجرية أستاذ عبد الله، كان كل 10 بيوت فيها واحد تلفزيون. واحد تلفزيون. ملون عادي اصفر ابيض اسود. لا في التسعينات. لا يا رجل، انا اكلم في التسعينات. انا من مواليد 1480، وكان في التسعينات. أيوه. في بيوت 10 بيوت حوالين بعض فيها واحد تلفزيون، يتجمعوا كل هؤلاء الاطفال الصغار الصبيه الصغار عند هذا البيت بيتفرجوا. بالتالي انعكاس هذا الشيء على الاسره، بابا نبغى، ما كان في بابا، ابويا نبغى، ابويا امي نبغى، زي بيت فلان ايش معنى بيت فلان ايش. فبالتالي يرضخ الاب والام الى جلب هذا التلفزيون وانتشرت. انغزينا في عملية الدشات، انغزينا في عملية الفضائيات، انغزينا هذا هو القصد الإعلامي الفكر الخارجي. أنا معك. لا صبر بعدل التاريخ. أنت تتحدث عن السبعينات والثمانينات. نعم. ونهاية الثمانية التسعينات كل العالم يعني مفتحين. لا في التسعينات أنا سكنت في حارة ما عندي تلفزيون. أجل المشكلة بالحارة. نعم إحنا ما عندنا تلفزيون، التلفزيون عند جيراننا، كلنا نروح نتفرج عند الجيران في التسعينات. ولكن مو هذا الموضوع، الموضوع أنا إنه التقليد. فبالتالي دخلت التلفزيونات كل البيوت، حتى بيوت أهل الحسب اللي كانوا يمنعوا التلفزيونات الآن أصبحت موجودة. هذا هو غزو الإعلام أنا أقول لك عليه أول. الآن وصلت في الجوالات، الآن صرنا نصلي في المسجد والموسيقى ترن، المزمار يرن، صرت تصلي وأنت بترقص. هذا هو غزو الإعلام أنا أهرج فيه. يعني إحنا ما نقدر، نقدر نقاطع؟ ما نقدر. لا تقول لي قاطع، لا تقول لي احرم ولدك، احرم نفسك. ما والله انا بجلس معاك جلسه مناصحه بس بعد الحلقه. خلينا نروح الملف الثالث. ثالث ملفاتنا الصحفيه وخبر من صحيفه الوطن التي اشارت الى المرحله التاريخيه التي يشهدها الوسط الرياضي السعودي بتفعيل مشروع خصخصه الانديه الذي يتمتع حسب وصف الصحيفه بكثير من الايجابيات التي ستنعكس على الانديه ماليا وعلى المنتخبات فنيا. وفي ذات السياق تابع صحيفه عكاظ ذات الملف بخبر جاء بعنوان 20 مليار وديعة الصندوق وثمانية معايير لتقييم الأندية، رصدت فيه الترحيب الواسع الذي وجده قرار مجلس الشؤون الاقتصادية بإعادة هيكلة القطاع الرياضي ووضع خصخصة الأندية الرياضية المحترفة موضع التنفيذ. أما صحيفة الاقتصادية التي جاء عنوانها منع خصخصة الأندية الرياضية المديونة إلا بشروط، ذكرت فيها أنه سيتم تأجيل بيع النادي المدين حتى يتم سداد ديونه أو تخفيضها أو بيع النادي بديونه في حال رغبة المستثمر شراءه والتكلف بديونه والتعفن والتكفل. وأخيرا من صحيفة الجزيرة التي تساءلت عن وضع الأندية المديونة بالملايين، هل ستخصص أم ستصفر ديونها؟ هذا الخبر الثالث. نتحدث عن خصخصة لهذا القطاع الذي أدى ما عليه في فترة من الفترات وما زال يؤدي ما عليه. مع الخصخصة أنت أو لا؟ أولا أنا أشكرك وأشكر الوقت اللي أسعفنا إن إحنا نتكلم في هذا الموضوع. خفت إن ينتهي موعد الحلقة. ترى باقي معنا دقيقتين أو ثلاث. لا زيدها كم دقيقتين تكفى. طيب. من المدينة جاية كان. طيب. قصد خصخصة الأندية هذا ملف. طيب خلينا أخذ المداخلة معي، مداخلة هاتفية أخذها. تفضل. معي على الهاتف متعب العواد الصحفي من صحيفة عكاظ. مرحبا بك متعب.
مرحبا استاذ عبد الله، حياك الله، تواجدي مع طبعه المشاهد. عبد الرحيم بيزعل علينا، هو يبغى اربع دقائق، لذلك باخذ من الاربع دقائق دقيقه واعطيك اياها. انت مع الخصخصه اعطيها كل والى اين؟ انا اعتقد انه استاذ عبد الله انه مشروع ضخم جدا، مشروع يعني هي مشروع التخلص من الرعويه الحكوميه لأكثر من 71 عام لهذه الأندية استاذ عبد الله. أعتقد أنه مشروع يحتاج إلى رغبة للتنفيذ، وأنديتنا جاهزة لذلك. أيضا استاذ عبد الله هي انطلاقة نحو يعني نحو يعني تحويل أنديتنا إلى كيانات تجارية، كانت يعني كان حلم منتظر من عشرات السنين. يعني الدولة لم تقصر، هناك بنى تحتية قوية سواء الأندية دوري جميل أو الأندية الأخرى الموجودة في دوري الدرجة الأولى. ماذا سينتج عن 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 هذه الخصخصة؟ أقصد ماذا سينتج على مستوى الرياضة والمشاركة المحلية والعالمية فعليا؟ سينتج هناك أشياء كثيرة، اللي هي أول شيء سننطلق إلى المحافل الدولية عن طريق صندوق التنمية الرياضية اللي سيكون ريعه أو مخصص له من عملية البيع الأندية وعملية بيع العلامة التجارية. دخله سيكون هذا الصندوق، والصندوق سيتم صرفه على اللجان الأولمبية والألعاب المختلفة مثل ذهب 2020 التي رصد له أكثر من 3 مليار ورقم. يعني عندنا أيضا المنصات الأخرى، منصة الشباب السعودي الرياضي له منصة كاملة يعني ستربط في 2030، وهي ضمن مشاريع التحول 2020. عبد الله يعني بشكل كامل نحتاج الى التنفيذ وفق ما هو مرسوم او ما هو موجود في خطه العمل. الرياضيون استاذ عبد الله مع الاسف الشديد، وانا تابعت البرامج خلال اليومين الماضيه، لا يعرفون اي شيء. يعني هذا المفاجئ، يعني المفاجئ كانت مفاجئ لي، لا يعرفون اي شيء عن التحولات. الصندوق يظنون انه تمويل حكومي 100%، وهذا عكس الواقع. بالتالي اعتقد بان وصل الانديه من الاساس لم يكن هنالك محسوبيات، ولكن شكلها التجاري الحقيقي سيجعل الجوده اكثر حضورا كاداره وكانتاجيه. صحيح استاذ عبد الله، وهذا يعني يعني مجرد انه هناك ادارات متخصصه. جميل. اداره كره القدم وادارات متخصصه. طيب. للتسويق النادي وادارات متخصصه للجميع. انا اعتقد استاذ عبد الله يعني باختصرها لك، هو تحرير الانديه الرياضيه من قبضه الشرفيين او من قبضه المشجعين او من قبضه رجال الاعمال. جميل. والدوائر الضيقه نحو استثمار كامل، واتمنى يكون الاستثمار 100% يصل ومفتوح لجميع دول الخليج. جميل. متعب العواد صاحب صحيفة عكاظ كنت معي على الهاتف، شكرا جزيلا لك. سليمان مخرجنا استاذنك في منحي دقيقة لأنه طلب هذه الدقيقة. عبد الرحيم يقول 30 ثانية. 30 ثانية أشكرك فيها، انتهت يعني. طيب أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكرا ضيفي الأستاذ إبراهيم الأستاذ عبد الرحيم حدادي الصحفي من صحيفة المدينة، كنت ضيفي، شكرا جزيلا لك. أشكركم أنتم مشاهدين الكرام، وألتقيكم بإذن الله يوم الغد. مجددا مشاهدينا الكرام اعتذر، ولكن اعود لوداعكم، وامنيتي ان التقيكم باذن الله يوم غد. دمتم بخير.